شو بك عم تعيط؟ شو فهمت؟ شو هي شاهدوا؟ بشو بدك شاهدني؟ شهد علي بس رجع سليم من المستوصف اني اخده لعندي على البيت وجوزه عفاف، فهمان؟ واذا ما جوزته عفاف خيه بدي احلق شواربي. لا سيدي ما بدي احلق شواربي، بدي خليك انت ذات نفسك تنتفلي شواربي. منيح هيك؟ لك تكرم عينك يا مختار، 100 طلب مثل هالطلب يخدم شوار معهم. طيب مختار، فمشال بعد ما ابو نادر سيدي ينتفلك شواربك، اخلعك هيك فلقه من كعب الدست؟ هسا ما عندي مانع، اخلعني فلقه من كعب الدست اذا انا تراجعت بكلامي. عادل، إلي عندك طلب لعمي. مور سيدي مور. يعني أنا قربت أطلع تقاعد، وفي كلمتين حابب أقول لك إياها هون، وخايف التهي بمعاملة التقاعد وتوقيع براءة الذمة وما أقدر أقول لك إياها. لا قول هلا سيدي قول. الشغلة اللي عم تشتغلها بابني بطلها، مانا كويسة، وإذا كنت بتحبها اتطوع بالسنة واشتغلها بشكل نظامي. لا سيدي لا نظامي ولا غير نظامي، هي الشغلة بطلناها، ها؟ بدي اتفرغ للدراسة مشان اقدم على السرتفيكة حرة واخذها. لا عادل شو بدك بالسرتفيكة؟ لك مشان اقدم على الكفاءة واخذها كمان حرة. الكفاءة شو بدك منها؟ سيدي مشان اقدم على البكالوريا حرة واخذها، وإذا بدكم تسألوني ليش؟ مشان اتطوع بكلية الحقوق. أيوه لا عادل لا تكون ناوي تصير مدير ناحية. لا سيدي أنا ما طمعت بالمناصب الرسمية، أنا بدي صير محامي مشان دافع عن المتهمين ظلماً وبهتاناً. اسمع مني بلا لك هالشغلة، إذا هيك بعمرك ما بتتجوّب. لا تروح، دقيقتين وجاي. سليم أنا ولابني ما بدي بكروليا، المهم أنت تضل بخير وسلامة. سيكو يا ابني، هاي سطين دهان زادوا عندي، تبقى دهان فيهم تريلا تبعك ليك الجنزار اكل اكل. سيدي لا شو التبذير، سطل واحد بكفاله تركتور. عادل معناته بتروح لعند اليهم ملاني بتعطاهنا السطل الثاني وبتخلهنا يدهن المكتب تبعه هيك لحتى يضوي ضوي، وبتقول له هذا سطل الدهان من عند ابو نادر.